The deal was, we get you out of here when you deliver the amber. No amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, Ida. Okay then. I'll go get it now. How about that? وفي لوت كثير. أي بوجن جم جم. الله يقطعك خرج. لا 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 شد كمان. هلا لويس هير. You guys still around? Well, I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. All right, Ashley. Luis just said. I got it. Guess we better get going. الفصل السابع مرحلة القلعة هو الشابتر حق القلعة. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ Resident Evil 4 ريميك الحلقة السابعة، اللي ما شاف الحلقة اللي قبل يشوفها يا حلوين. زي ما شفنا عاد في الحلقة اللي راحت لما انحشرنا في البيت وتقابلنا مع لويس وفزع لنا ودخلنا البيت معاه وزي كده وتقاتلنا، لا هذيكم الحلقة اللي فاتت، اوكي لخبط، اتقاتلنا مع البوس اللي هو مانديز وشخطنا شخط يب، ودحين دخلنا القلعة وما ادري من البوس اللي بعده. بس انا لا اعرف شيء واحد، القلعة اكره مكان عندي للامانة يا جماعة الخير، حبيب قلبي نشوف ايش عنده نجيكم. المهم يا حلوين، طورت معدل الاطلاق في الماجنم ده يعني، اوه هير وي جو، زي ما اقول لكم طورت معدل الاطلاق لانه شايف معدل الاطلاق شويتين بطيء في ذا السلاح، فيب ممكن يفرق معنا كثير. خلينا نقول ايش، بسم الله ونبدا لانه باين الدنيا فوضى هنا. والله يعين، قول لي مين ده؟ المسحرة تلك الباب. Don't think our hosts are gonna roll out the red carpet. Crossbows, huh? Something tells me they don't want to be friends. في مكان ثاني نطالع فيه؟ يب. What is that? I'm guessing it's not for decoration. اتفق جدا. اوكي اتفق معك والله يا اخوي. المنطقه هذه اللي فيها مره كريهين لابعد مراحل الكره يا جماعه الخير حقيقي. قوله ما اذكر كان في شيء زي كده في قبل الريميك يعني. بسم الله في مكان. قوله ايوه في احد بيتحول ولا بيقطع واحد؟ ادخل ادخل ادخل. احا احا هي هي استنى استنى استنى. لا 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 صلى على النبي صلى على النبي. الموضوع والله ما يستاهل والله العظيم. نفهم يا خوي. او ماي جاد او ماي جاد. اشلي اشلي تعال هنا يا زبته يا زبته. ايش صار؟ الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه يا 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 ماني بقايل. يا نو بيج ديل. قلقان علي. نعم شيء مسوي رجال كذاب عادي. هذا الموضوع مو مهم يعني فاهمك. سكر لا تشيل هم الله يرحم حق ايامه قبل الريميك. رجل عن بكره ابيه. السلام عليكم في احد هنا؟ الو 3 2 1 ماي فورين نو. ما في احد اللي بعده. هاي سامع صوت تعويذه. ايش هذا؟ تمزح مورت انت واشكالك يا يا كلب. شوف 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 فين جالس. سلام. لا 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 احا. يا اخي الريكول في ذا السلاح يقهر. شايفين قديش وسيع؟ القوم بالعافيه عليك تعال هنا بسرعة 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 بسرعة. احا ما مت. موت يا ولدي خلاص ما وسخت امه. ندمج اشياء ما في شيء ندمجه. تصنيع ويحك. الستر ما عندنا ولا علاج. ايش هذا؟ اوه لا 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 لا. ايش ده؟ ام عاد كذا اقرب له.
يا أمي. لا 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 الموضوع كده والله. هذا من فين؟ هذا من فين يا خوي يا خوي؟ هد 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 أباك شعواج ياك يا عمي. هاي حلة أقول لك والله مع نفسك اتخارج يا عمي. ما لا مو من هنا مو من هنا مو من هنا مو من هنا أحسن موت موت يا هطف. والمنت والمنت جيب الهيل. حلوين حلوين حلوين. هات 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 هنا في ايتم في ايتم. لا ترمي شيء لا ترمي شيء. سلام علي. القم 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 اتنفض. هي من وين؟ بسم الله من فين تطلع انت؟ اما طلقت عليها اما طلقت عليها. القم دي رجاء. الثاني من فين؟ في واحد حيطلع ثاني بس ما ادري. اه هذا هو التبي حامد. طيب هيا انقلب ارقد. يلا تخارج انت ما مت. انا اعرف كيف اموتك. توجه كده. لا 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 يطلع شيء. شاطر جيب اللي عندك ما في جعبتك. لا بالغلط الشق ده والله الشق المره نحتاجه كثير. انا متعود بس اضغط مثلث عشان كود. اه ام فاين مين يا ادميه تسوق امه. قوم يا شيخ اسبك. قومي قومي لا تجيجي متنا يا جماعة الخير. للأسف يعني للأسف انطفت الكهرباء اليوم قاعد أصور وحاليا قاعد أعيد تاني. يلا ليتس جو. وصلنا تقريبا للمنطقة اللي احنا كنا عندها من بعد ما انطفت الكهرباء حسبنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيت انه هنا في واحد. موت يا عمي خلاص. ما مات والله ما مات. ممكن تعشق. يلا السلام عليكم. انخبزت قل لي ما قلت. والله ما استخدم ما يا خوي. هيتخارج. ايش هذا الباب؟ اتوقع هذا له من جهه ثانيه. يلا من جهه ثانيه ده حبيبي حبيبي هيتخارج. طيب اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد لين جوا نسيت. هيل 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 اح ما في هيل. لقيت هنا في وحده من المنجنيقات دي مدري ايش هي فكسرتها دوبي. يبالي اقدر ادور عليها لانه الاوضاع ما تسمح انه نكمل كده نمشي على امانه لانه ما في شيء. فاهم كيف؟ الله يستر. هنا حيرم وهنا لا 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 اوه ماي جاد. مو هي مو هي مو هي مو هي مو نفسه مو نفسه مو نفسه. اجري 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 وانا اخوك اجري. لا الله يقل. انا القاها من هذه ولا من داد الحمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستر الله يستر. تكفى تكفى تخارج. والله اقول لك تخرج. تعال ابغى زاويه تطلع على هنا. ايش هذا؟ اوه بارد. اما قومي 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 قومي. طيب هناك في واحد شلناه كذا شلنا اثنين. هنا في ثالث بس ما ادري اذا في زاويه هنا تطلع عليه ولا لا. الله اكيد في زاويه بس انا ما انتبهت لها. اكيد اكيد القم. والله ما ادري كيف جبتها والله ما ادري. لا احد سالني. المهم يا جماعه الخير اخوكم في الاضيع رصاص كثير. وصلنا في ذي المنطقه يا جماعه الخير وتوقع انا هنا هذا اللي مشيته وانطفى للاسف عليه الكهرباء. طفت علي يب الحمد لله وصلنا له. باقي المنجنيق ده على اليمين شايفينه؟ يب هذاك هو الوحيد. ممكن هنا في زاويه الحين مطل عليه. اتمنى انه تكون في زاويه صراحه. اتمنى والله اتمنى من اعماق قلبي الامانه. تكفى تكفى في لا 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 اوه ماي جاد. كويس انها ما جات فيها. لا لا فيها ولا فيها. اوه هذا الباب اللي يفك. اوكي نايس الله يقطعك. وكسرنا اخر منجنيق يا جماعه الخير. انزل انزل يا عمي انزل. خلاص خلاص يا رجل خلاص انا صمعت صار عندي ايمو يا رجل. ثلاثة طلقات هد وما مات. ممكن تموت ممكن تموت. الله ياخذك. طيب طيح يا عمي. الطلقة اي الطلقة فيك يو يقطع ام البجاحة. شفتكم طلقة هاي شوف لك مو راضي يصير له شيء. بالله ينقلع. مات اصلا من الطلقات اللي جات له ما انحسبت. يقطع ام القهر يا شيخ. حرك الوجه. يلا لا انفض وجياكم بس. تعال 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 قوم. هاي تعال 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 امشي. بالعافية عليكم. ها ما ينفجروا لازم في الواحد كده تيجي بالضبط عليه. اوكي بالعافية عليكم حبايبي. الباب بسم الله اوب. يلا here we go. عنف عنف شغالين الله يحفظنا وياكم. اللوت اللوت اهم شيء اللوت اللوت يا جماعة الخير اللوت مفيد للصحة. بسم الله. هي
we goes. دخلنا القلعة. Let us see what we got here. اوكي حلوين زي ما انتم شايفين. سنايبر في شتجن كمان هنا معايا. طلع في المستودع من داري عنه. والمنطقة ليش ما هي مريحة يا جماعة؟ ما ادري. عموما يلا بسم الله. هذا اوكي. Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me. Now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. How novel. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source, your United States and the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Sadler. So then, you will comply. Yes? Never! You are the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home now that he has Joseph dead. Leon? Just stay close. Yalil! Boy. Deep door. نبدأ ويتعد كده. أوه الغدرة ويتعد. لا 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 هنا 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 يا مدير. انقلب تعال انت. هاي خذ لك دي. ألف عافية عليكم أجمعين. تجنب 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 يا ربي ما انتبهت. طيب في واحد بيضربنا فايش هنسوي؟ هاي تخرج تعال هنا. هاي القم دي تعال هنا. اح ايه 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 غيرت على السنايبر بالغلط الله يحفظنا وياكم. احا لا 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 خرج. يلا باي باي. ما مات خارج. تعال هنا انت ما عليك انت بس تعال هنا وخلاص. اما ما وصلت لهم ما ادري ما تحركوا. تخارج بدل الشتقر الثاني ده. ودي انت وانت كمان. اها ده اللي ما حسبنا حسابه. خد 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 موفقين ان شاء الله. اوكي الوضع كده ايش مقفل لجميع البيبان. يجب البحث عن طريق اخر. اوكي اتوقع اللي هو السلم اللي اوكي اوكي تعالي تعالي انت. هنا في شيء. طيب كده مشكله. فين حنروح احنا؟ اللي هو النجف اللي ننقص فوقه يا رجل. اوكي طيب اللي منك فايده شويه الله يهديك. بس اقول الحين يجي احد يشيلها يرحم امك وفكونا. احسن الثقه عندي صايره صفر في الادميه دي. شاطر شاطر بابا حبيبي حبيبي. يلا يتخرجي مره هنا جاي جنتلمان بزياده الله يرحم الرجوله حقت زمان. طيب كده ما عندنا غير هذه الفتحه. يلا بسم الله ندخل فيها. اوكي هنا في طريق هنا في طريق. اوكي الصوت من فين سمعت انا؟ من هنا من هناك. اوكي لكن مين ذا الشيء؟ ايش بوم شعره كذا قايم؟ بسم الله، ايش هذا؟ استيقظت في منتصف الليل مجددا بسبب تلك الضوضاء الصادرة من القبو واصوات اصوات مخالب تخدش الجدران الحجرية. عرفتوا يا عيال؟ وعويل من اللعنات يكن هذا الرجل كراهية كافية لتدمير العالم. والله ما في غيرك في بالي والله. أخلف والده وجده في خدمة سير القلعة بشغل منصب المعذب. إن شاء الله قاعد أقوله صح.
هذه أقبح المهام التي ورثتها عائلة سالازار. سالازار أتوقع سالازار إيه سالازار. كان شخصا مميزا حتى ضمن أفراد عائلته. كان مخلصا جدا في أداء عملي وماهرا فيه. فقد كان موهوبا في تعذيب الآخرين. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله خير موهبة. سرعان ما لفتت موهبته وانتباه السيد. وعندما أخذه للزنزانة، لا يمكنني متابعة الكتابة، لن أفعل، لا أريد التذكر ما حدث هناك، عقلي لا يحتمل، سيدمرني ذلك. تلقيت أمرا بالاعتناء به أن أطعمه وأنظف وراءه. كل هذا وأنا أستمع إلى هذا الصوت المزعج كل ليلة. لا يمكنني تحمل المزيد. لقد طفح كيلي، لن أتحمل قضاء ليلة أخرى في هذه القلعة. سأغادر غدا إلى مكان بعيد لا يصلني في ذاك الصوت. يا ساتر، إلا أنا أقصد من أول هو بمخالب زي ما شفت أنت بالضبط، ولا لن يحرب احد. فين ده مكتوب؟ بالشخمطه مكتوب. كويس انهم فاهمين شيء، انا ما فهمت حاجه اصلا. لازم نواجهه اتوقع عشان ناخذ منه عزتنا. ضبط كل شيء، استخدمت القنابل وذات سوبات الامانه. يعني خلينا نشوف اذا اقدر اصنع رصاص شتجن. يا جماعه هلا، ما اقدر اصنع الستر، انا ما اقدر اصنع شيء. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا. طيب سوبات يا عيال. قربناه. فينه يا ولد؟ مفتاح زنزانة. اوكي لا تقول لي ورانا. الضياء مفقود، خليه مفقود، عسى عمره ما شفناه. المهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ولي ذي المخالب انا ما اعرفك يا بابا، ودوني بيته. دقيتها بالغلط. لا تقولي جاء علي. والله انه جاء علي. طب انا ضروري احرك. ما حس بوجودي والله يا عيال. ما عرفت نفسي انا محافظ على هدوئي. اوكي دقيت سلسلة ورا. طيب ابى اجرب شغلة. بسرعة. لا ابو شكلك. حرك من دي المنطقة. حرك تعال ورا. هو ما سمعنا على اخر شيء. طيب انا ما حقدر اسوي شيء صراحة، كانت عندي فرصة بس للاسف راحت. القمدي مستحيل اعرف منطقتي اللي هنا، مستحيل. طيب نايس. الى الان امورنا طيبة يا جماعة. هيجي على المنطقة اللي أنا فيها. أوكي. لا! أوكي أفكر هيجي علي هي. والله فكرت هشوف داش هنا. لا 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 السلاسل. أحا. أوكي. أوكي الوضع بريال، مو معطيني ظهره يا عيال. اوكي وقف. اوه
اوه ما قاد لمس السلسلة. ما انتبه لها، ما انتبه لها. لا تجي هنا، لا تجي هنا. فرصة. مات. Here we go my boys. والله طولنا معاه، بس المخاطرة اللي سواها اخوكم. استغفر الله العظيم. بسم الله يا سرينا. بسم الله. يمين بالله بريك. والله استراحة محاربة يا اخوان. انا من المشكلة خايف لو يكون في كمان. ايوه مين دي؟ ها اشلي. تهبلة. مخليها الأعمى مسكينة. في شيء صار؟ لا والله ما صار شيء. ما عليك تعالي بس. يلا بسم الله. سرينا. اوبا. اوز. فور ناو. اوكي اتوقع مفعول الزفت ده الفيروس بدا يشتغل فيها. بدا ندخل في المعمعة. طيب انا ما راح اضغط اي شيء. بسم الله. تبغى لنا شعار الغزال ده؟ ها ايش عندك؟ ايش تبغي؟ ها في شيء؟ سيف صدى صد. اوكي السيف ده مصدي. الله يحفظني. هذا ايش؟ نحطه هنا استخدم. وهنا سيف حديد يجيب نحطه هنا. سيف ذهبي يا عمي. كم سيف؟ اوكي لغز. دوب انتبه سوي سكيب جماعة الخير. اوكي هكا ولا هذا ايش فكرة اللغز؟ طيب طير غزال افعى. هنا في افعى وهنا في افعى. هذا ايش ده؟ حصان بحر ده ولا ايش؟ افعى وطير. اوكي غزال. واحد اثنين ثلاثة. انفكوا. وده ها سيف مدمي. يعني في دم. نعم شن قريته ورحت افتش. سيف مدمي. اوكي well it's just a replica only a couple of uses for it. اها طيب احنا حطينا السيوف هذه المفروض نجمعها مو نرتبها. بس سيف مدمي هذا بيقتل اتوقع. صد اشوف. ايوه صد هنا. سيف ذهبي بالضبط. صح كذا مو صح؟ هو اللي قاعد اسوي صح يا جماعه الخير ولا استهبال ولا ايش؟ اوكي على هذه الصور تقول انه ممكن انها قاعده تروي قصه. فايش القصه اللي احنا نبغى نفهمها؟ ايش ماسك ذا؟ كتاب. هل هو في احد من هنا؟ اوه هو ده بالتاج. اوكي اللي بعده البنت. انسى الموضوع ما فعل شيء. طيب يا جماعه الخير انا حاولت ان انا افهم المغزى من اما بسكر جات بالي وطلقت ما ادري ان تنكسرين. فاللي جاء في بالي ححط هنا السيف حديدي هنا. تمام تمام. هنا السيف ذهبي تمام. هنا قتل في السيف الذهبي ده فصار يعني مدمى من كيسي. الله يحفظنا وياكم. هنا سيف صد عشش السيف. والله هذا صوت الخبطه اللي سمعتوه هذا حطيتها في خدي فاهمين كيف. هيبي جوز. بسم الله. اوكي طلعنا الدور الثاني او في السيب حق الدور الثاني. هنا اكيد حتكون في استهبالات شويتين. وات از ذيس؟ افعى وطير ولا ايش ده؟ والله ما ادري. اسمك قرش صغر فليس كذا. لا يجب التوجه الى الفناء. الفناء اللي هو ذاك اتوقع ما ادري. اوه هنا احنا ننقص فوق النجف. ايه زي ريزنت ايفل القديم. طيب اي ثينك سو عشان خلنا نطيح السلم صح. طيب حبايب قلبي انا كنت صراحه بدي اكمل بسوي اللغز اللي فوق اللي شفناه، بس قلت افضل لو نزلت وخزنت لانه طال فتره المقطع صراحه ودقائق المقطع، فما بدي اطولها عشان لا كمان تملوا من المشاهده. كذا نكون وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى يكون نال اعجابكم. في حال عجبكم لا تنسوا تدعموني بلايك سبسكرايب شير. ما عجب المقطع سووا عكس اللي انا قلته تماما. للامانه الاحداث كانت دسمه مع انها كانت المرحله اللي انا اكرهها زي ما قلت لكم مرحله القلعه بسبب الدسم اللي فيها وكثره الغاز والوحوش ومدري والشعتر الزايده وبالذات وجه الغثا هذه. عموما ما ابغى اطول عليكم. كان معاكم حامد من قناه لوغاريوس. السلام عليكم.